أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 46: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه. نعم، يعني الله تبارك أحيانا يخاطب المؤمنين وأحيانا يخاطب غير المؤمنين، فإذا خاطب غير المؤمنين فإنه يدعوهم إلى الإيمان، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، وأحيانا يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما نزل عليكم، فأحيانا يخاطب المؤمنين وأحيانا يخاطب غير، فإذا خاطب غير المؤمنين فإنه يدعوهم إلى الإيمان، وإذا خاطب المؤمنين فإنه يدعوهم إلى الالتزام بالإيمان الذي هم عليه. نعم.